وزير الطاقة الأوكراني واثق من تخلي النمسا عن الغاز الروسي. النمسا تؤكد على الدور المركزي للمغرب في ملف الهجرة. فيينا تدعو لفرض 1000 يورو غرامة على ذوي الطلاب العنيفين. أحزاب اليمين في فيينا ترفض تزيين الشوارع في رمضان. تغريم شاب ب 1900 يورو لأنه رفض أوامر الشرطة. إنقاذ رجل عالق رأسا على عقب من حاوية نفايات. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. دعا وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو دول أوروبا لإنهاء تعاونها مع روسيا خاصة في مجال الطاقة. وأكد هالوشينكو أنه يمكن لأوروبا بما في ذلك النمسا التخلي عن الغاز الروسي بالكامل بحلول 2027، حيث تخطط أوكرانيا لزيادة إنتاج الطاقة النووية، مشيرا إلى وجود خطر تسرب إشعاعي من المحطات التي تسيطر عليها روسيا. ودعا الوزير دول الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على روسيا والاستغناء عن الغاز الروسي خلال السنوات الثلاثة المقبلة. أكدت النمسا على دور المغرب المركزي في مكافحة الهجرة غير المشروعة، وذلك خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة في سالزبورغ. وجدد المغرب والنمسا تعاونهما في هذا المجال، حيث أشاد الوفد المغربي بنجاح الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتسهيل اندماج المهاجرين، وشدد على أهمية التوازن الأمني والتنموي. وأشاد الطرف النمساوي في دور المغرب في هذا الشأن، حيث اتفق الطرفان على خارطة طريق لتنفيذ إجراءات شاملة ومتكاملة. اقترح نائب عمدة فيينا فرض غرامة تصل إلى 1000 يورو على الآباء الذين يرفضون التحدث مع المدرسة بعد تعليق حضور أبنائهم المتكرر بسبب العنف. ويهدف الاقتراح إلى تجديد العقوبات على الأهل الذين لا يتفاعلون مع المدارس بشأن قضايا العنف، حيث تحتوي المقترحات على تدابير رادعة لتعزيز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع لحماية الطلاب من العنف وتعزيز البيئة التعليمية الآمنة. ومع ذلك رفضت وزارة التعليم العقوبات وطالبت بالتركيز أكثر على تطوير نهج يشجع على التعاون. دعا حزب المهاجرين سوز في فيينا إلى تركيب زينة رمضان في شوارع الحي العاشر ذي الأغلبية المسلمة، ولكن حزبي الشعب والحرية رفضا ذلك جملة وتفصيلا. وقال رئيس الحزب هاكان غوردا إنه يهدف بذلك للتأكيد على التسامح والتعددية، معتبرا أن الزينة علامة على التقدير للمجتمع المسلم وزيادة الوعي بالثقافات والأديان، وذلك أسوة بلندن وفرانكفورت. وركزت معارضة أحزاب اليمين واليمين الوسط على التأكيد على الاندماج ورفض الرموز الدينية من المجتمعات الموازية والإسلام السياسي حسب زعمهم. فرضت الشرطة على سائق سكوتر كهربائي في فيينا 1900 يورو غرامة، وذلك بعد ارتكابه عدة انتهاكات مرورية. وتم إيقاف سائق الدراجة الكهربائية، حيث حاولت الشرطة إيقافه كجزء من عملها، لكنه فر وتجاهل أمر التوقف. وبعد مطاردة قصيرة استسلم الشاب البالغ 20 عاما بعد أن قامت الشرطة بإطلاق رصاصة تحذيرية، وتمت مخالفته ب 1900 يورو بسبب المخالفات التي ارتكبها خلال الهروب ورفضه إجراء فحص طبي حول تعاطي المواد المخدرة. علق رجل داخل حاوية بقايا الحيوانات والنفايات بمنطقة في النمسا العليا لمدة ساعتين، وذلك بعد أن سقطت قبعته داخلها. ولاحظ سائق شاحنة ذلك فسارع للمساعدة بعد أن شاهد شخصا داخل الحاوية وأقدامه مرفوعة للأعلى، فاعتقد أنها جثة مرمية. وذكر السائق أنه عاش تجربة كوميدية ومرعبة في الوقت نفسه، وتم إنقاذ الرجل بجهود الآخرين. وقد رفض استدعاء الطوارئ بسبب الوضع المحرج، وطلب من السائق الاتصال بأقاربه، ولحسن حظه كانت الحاوية فارغة
وقتها. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل متابعينا، حملوا تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. أطيب الأوقات وإلى اللقاء.